الحديث على هذا النزاع الروسي الأوكراني ينضم معنا مباشرة عبر سكايب الدكتور عماد الطفيلي، باحث في الشأن الروسي. أهلا بك سيدي. أهلا بحضرتك. إذن سيد طفيلي، نتحدث فيما يخص النزاع الروسي الأوكراني التي أين تسارعت الأحداث مؤخرا، خاصة بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عمليات عسكرية في أوكرانيا. نتحدث عن الوضع بصفة عامة. يعني بشكل عام فيما يخص العملية العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي عملية خاصة ومحدودة الزمن، يعني لن يكون لها أمد طويل. ويعني علل السبب هو في حماية سكان الدنباس من العدوان ومن يعني الاعتداءات اللي القوات الأوكرانية المدعومة من كييف. يعني بالطبع هذه العملية العسكرية كانت مضطرة إليها روسيا لأن القيادة الروسية يئست من حالة المماطلة وعدم تنفيذ اتفاقيات مينسك التي تنص على حل هذا الخلاف النزاع بنود اتفاقية مينسك بالكامل يمكن أن تحل هذه المسألة، يعني لأنها تنص أولا على وقف إطلاق النار الشامل، تنص على يعني سحب كل الأسلحة الثقيلة من الجهتين، جلوس الأطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار. لكن هنا يعني السلطات الأوكرانية رفضت بشكل قاطع الجلوس إلى الحوار مع ممثلي الجمهوريتين لوغانسك ودانييسك. وكيف يمكن حل هذه الأزمة دون الجلوس إلى يعني طاولة الحوار؟ يعني المماطلة كانت من قبل طبعا السلطات الأوكرانية، بالإضافة إلى أن أوكرانيا كان في نيتها يعني الدخول في حلف الناتو وهي تطالب بذلك، بالإضافة إلى مسألة مهمة في الفترة الأخيرة اقترح الرئيس فلاديمير زيلينسكي اقترح مسألة إعادة إنتاج الأسلحة النووية، وهذا بالذات يعني ما أثار روسيا، لأنه يعتبر يعني وكأنه خنجر في خاصرة روسيا، بالإضافة إلى أن الناتو يجهز لقواعد عسكرية في أوكرانيا. يعني ما لا ألا يكفي أنه في مناطق في أوروبا الشرقية، في بلغاريا ورومانيا ودول البلطيق وبولندا، والآن أتى إلى روسيا لكي يقيم قواعد عسكرية تهدد الأمن القومي الروسي. بالطبع هذه هي الأسباب الرئيسية التي دفعت بالقيادة الروسية للقيام بالعملية العسكرية الضرورية لحل هذه المسألة، بالإضافة إلى توجيه رسالة مهمة للقيادة الأوكرانية ومن يدعمها من حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، بأنه يعني لا يمكن التعامل مع روسيا بهذه الطريقة، بطريقة عدم الاحترام، لأنه سبق وقدمت روسيا للولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة للناتو مطالب يعني ضمانات أمنية للاتفاق معهم عليها، لكن كان الرد بالرفض، يعني ليس كل المطالب، يعني كل هذه الأسباب كانت وجهة لرفع التصعيد بين كل من روسيا وأوكرانيا. لو نتحدث يعني أنتم كمختصين وباحثين في الشأن الروسي، لو نتحدث على الكرونولوجيا التاريخية لهذا النزاع، ليس وليد اليوم، يعني منذ التسعينيات. يعني النزاع بشكل مباشر بدأ في عام 2014، بدأ عندما يعني حتى عام 2014 كانت العلاقات جيدة بين روسيا وأوكرانيا، لكن في عام 2014 تم الانقلاب على الرئيس الشرعي فيكتور يانوكوفيتش، بقامت القوى القومية المتطرفة والنازية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية،
يعني قامت هذه القوى بالانقلاب واستلام السلطة، وبدأت إدارة جديدة ونخبة جديدة في الحكم في أوكرانيا معادية بالتمام والكمال لروسيا. وعندها يعني إقليم الدنباس في جنوب شرق أوكرانيا يضم أغلبية من السكان من الروس، وطبعا هناك أقليات أوكرانية وغيرهم، لكن هذا الإقليم بالذات رفض يعني الانصياع إلى الإدارة الجديدة في كييف، وأعلن الاستقلال، أعلنت هاتين الجمهوريتين لوغانسك ودانيسك الاستقلال من طرف واحد. طبعا روسيا لم تؤيدهما إلا يعني مؤخرا، لكن على مدى 8 سنوات منذ عام 2014 بعد أن تم الاتفاق في صيغة النورماندي على اللقاء والحوار ووضع يعني بنود للحل، ومن ثم تم اجتماعات مينسك والتي تمخضت عنها اتفاقيات والتي تحدثت عنها في البداية، بنود هذه الاتفاقية يمكن أن تحل الأزمة، لكن بشكل قاطع السلطات الأوكرانية هي التي رفضت رفضا قاطعا حل هذه الأزمة، سواء الرئيس السابق بوروشينكا أو الرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى عدم أخذ يعني بالحسبان الأمن القومي الروسي. لا يمكن، يعني كيف يمكن لروسيا أن تسمح بأن يكون في خسيرتها خنجر موجه إليها؟ في تصريح للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استنكر مواجهة بلاده وحدها لموسكو ودعا إلى طاولة الحوار الدبلوماسي. طبعا يعني منذ الصباح الباكر والمعلومات أو تتحدث عن أنه الرئيس الأوكراني دعا روسيا للحوار وغيره. طبعا روسيا مستعدة للحوار، ولكن عندها شروط. الشروط هي بالدرجة الأولى أن يعلن الرئيس، يعني أن يكون هناك نية لدى القيادة الأوكرانية بعدم عسكرة أوكرانيا، عدم التفكير حتى في مسألة يعني اقتناء السلاح النووي، عدم التفكير في الانضمام إلى أحلاف عسكرية خصوصا حلف الناتو، لأن كل هذه المسائل هي خطوط حمر بالنسبة لروسيا. فيما يخص الحوار، يعني روسيا الرئيس الروسي طبعا موافق، لكن يريد أن تكون هناك نتائج إيجابية، أن تعلن أوكرانيا بشكل واضح استجابتها لكل مطالب روسيا ونزع السلاح، ويعني والعمل على إزالة النزعة القومية الشوفينية، وإذا يعني إبعاد هؤلاء القوميين والنازيين عن السلطة. هذه هي مطالب روسيا، فإذا وافقت أوكرانيا فالحوار أعتقد بأنه سيتم، ولكن العملية العسكرية مستمرة إلى حد الآن، ربما يعني بانتظار أن يوافق الرئيس زيلينسكي على المطالب موسكو. طيب، يعني كيف ترون أيضا العقوبات الغربية الواسعة على موسكو وأيضا الدعوة لعقد الجلسة لمجلس الأمن؟ فيما يخص العقوبات الاقتصادية التي يهدد بها الغرب، هي أولا ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها روسيا للعقوبات الغربية سواء الأمريكية أو الأوروبية. يعني سبق وفي عام 2014 كان هناك عقوبات أيضا غير عادلة، والسبب في يعني عندما قامت روسيا بإعادة شبه جزيرة القرم إلى الوطن الروسي. وشبه جزيرة القرم هي يعني منطقة روسية بالكامل، يعني في سياق تاريخي معين كان تم تقديمها كهدية لأوكرانيا في العهد السوفيتي، لكن لا مجال لحديثنا الآن. لكن يعني فيما يخص هذه العقوبات، تعاملت معها روسيا وتعايشت معها وحولت كل سلبياتها إلى إيجابيات. يعني في البداية كان هناك إرباك للاقتصاد الروسي لا شك، لكن روسيا استطاعت يعني أن تنشط القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، أن لا تعتمد فقط على الاستيراد، يعني أن تنشط قوتها الذاتية. العقوبات اليوم هي على البنوك الكبيرة، على المقربين من إدارة الرئيس،
على السيل الشمالي الثاني وبشكل عام، لكن لا يمس مسألة الطاقة ولا يمس مسألة سويفت. هلا مسألة الطاقة، لأنه أوروبا بدون الغاز الروسي حاليا لا تستطيع يعني أن تنهض اقتصادها، وسيكون لديها مشكلة كبيرة جدا جدا. طيب، سنتحدث فيما يخص هذه الانعكاسات وأيضا حول أبرز ردود أفعال قادة العالم. فقط سيد عماد الطفيلي، ابقى معنا من جديد. نعم سيدي، لحضرتك. كنا نتحدث إذا فيما يخص الأحداث التي صاحبت هذا النزاع أو التصعيد الروسي الأوكراني خلال في يومه الثاني. نتحدث فيما يخص الشق الاقتصادي، وقفنا عن ارتفاع أسعار النفط وكذا القمح. فيما يخص يعني أكيد يعني هذه الحرب كان لها تداعيات اقتصادية على روسيا وعلى أوروبا وعلى العالم، يعني من ناحية ارتفاع أسعار الدولار، من ناحية يعني الدول العربية التي تستورد القمح والمنتجات الزراعية من أوكرانيا أيضا يعني تقلق وتخشى من يعني من انقطاعها، أو يعني أن تؤدي هذه الحرب إلى يعني ارتفاع أسعارها. بالطبع لهذه الحرب أيضا تداعيات اقتصادية، حتى أنه داخل روسيا لاحظنا أنه هناك ارتفاع في أسعار العملة المحلية، أسعار الدولار مقابل العملة المحلية، شيء بسيط، لكن يعني هناك تداعيات لهذه الأزمة بشكل عام يعني. لكن فيما يخص يعني العقوبات الاقتصادية التي الغرب يظن بأنه في حال فرض هذه العقوبات الاقتصادية على روسيا بأنها ستغير من سياستها أو أنها ستخضع لما يريده، لكن هم مخطئون بدرجة كبيرة، لأن روسيا عندما قامت بهذه العملية العسكرية كانت تعي جيداً التداعيات هذه الخطوة بأنه سيكون هناك عقوبات اقتصادية وسيكون هناك رد ممكن عنيف وإلى آخره. لكن يعني على الرغم من كل ذلك كان هناك يعني في المقابل يعني صحة وسلامة وأمن واستقرار منطقة الدنباس، وسكان الدنباس كانت أهم بكثير من كل هذه يعني الخسائر الاقتصادية التي نتمنى يعني أن تنتهي هذه العملية العسكرية وتنتهي الأزمة يعني، ويسود الحوار الدبلوماسي والسياسي حل هذه المسألة بأقرب وقت. طيب، لو نعرج فقط على أبرز ردود أفعال قادة الدول حول هذا التصعيد الروسي الأوكراني، بداية بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال أن بوتين اختار حربا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة وهجومه غير مبرر. أولا يعني سبق وتحدث أو الهجوم غير مبرر، أولا بالدرجة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل بالدرجة الأولى مسألة تأزيم الأوضاع في سواء في أوكرانيا أو في بين روسيا وأوكرانيا. يعني رأينا على مدى أكثر من شهرين، وكانت الإعلام الغربي تقارير الإعلامية الغربية تكرر باستمرار عن العدوان الروسي الذي سيحدث قريبا وبأن روسيا تحضر العدوان، وكان يعني كل المسؤولين الروس يعلنون بأن روسيا ليس لديها نية لا مبيتة ولا غير مبيتة للهجوم على أوكرانيا، وكانت تطالب دائما كل دول الغرب وفي كل اللقاءات التي كان يجريها الرئيس فلاديمير بوتين، اللقاءات الشخصية مع الرئيس الفرنسي ماكرون أو مع القنصل الألماني شولتز، كان يصر حتى مع الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الأمريكي بايدن يصر على مسألة مهمة، هي يعني الضغط على كييف لتنفيذ اتفاقيات مينسك لأنها هي الحل الوحيد لهذه الأزمة. أبدا يعني روسيا لم تكن يعني ليس في نيتها لا الهجوم على أوكرانيا، وبالأساس يعني روسيا ليست دولة عدوانية وتمد يدها للسلام إلى كل دول العالم، فكيف بأوكرانيا
الشعب الأوكراني هو شعب شقيق للشعب الروسي، مهم. هناك تاريخ مشترك، هناك روابط تاريخية، ثقافية، دينية، جغرافية، يعني لا يمكن ولا بأي من الأساس، يعني أي بأي شكل من الأشكال، يعني أن يكون هناك أي عدوانية من روسيا، من قادة روسيا نحو الشعب الأوكراني. حتى هذه العملية العسكرية أوضحت يعني القيادة الروسية والعسكرية بأنها ليست موجهة مثلا ضد الشعب الأوكراني، هي موجهة بالدرجة الأولى ضد يعني النخبة الحاكمة في أوكرانيا. والقيادة الروسية تعتبر بأن هذه النخبة الحاكمة التي أتت إلى السلطة بعد انقلاب عام 2014 على الرئيس الشرعي فيكتور يانوكوفيتش، والتي يعني ضخت الكراهية والحقد والضغينة ضد الشعب الروسي، بالإضافة عدا أنه العداء مع الدولة الروسية، هناك عداء مع يعني مع سكان مع يعني أبناء بلدهم، منطقة الدومباس. يعني حتى الأيام الأخيرة قبل الاعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دانييسك ولوغانسك، يعني كانت روسيا تعتبر هذه المنطقة، منطقة إقليم الدومباس، هي منطقة أوكرانية، ويجب على وهناك نزاع داخلي أوكراني، ويجب على السلطات الأوكرانية أن تعمل على تنفيذ الاتفاقية وتحل المسألة مع سكان أو مع ممثلي الدومباس، من أجل يعني إعطاء يعني حل سلمي للأزمة، وإعطائهم طابع خاص أو ذات حكم ذاتي، يعني يتفقون فيما بينهم. وليس ولم يكن لدى روسيا أي نية أبدا، لا للعدوان ولا للاعتراف بهاتين الجمهوريتين، لكن يعني من يماطل، من يريد استغلال، وللأسف يعني الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحارب روسيا، وبالتالي أرادت استغلال أوكرانيا في حربها ضد روسيا واستخدامها كرأس حرب ضد روسيا. وهنا لا ننسى أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتمنى بشكل كبير أن يكون هناك نزاع بين روسيا وأوكرانيا، وإذا أمكن مع أوروبا، لأنها يعني تكسب في الحالتين، تبقى مهيمنة على القرار في أوروبا وتضعف روسيا وتلهيها بحروب داخلية وغيره. طيب، كسؤال ختامي سيد عماد الطفيلي، توقعاتكم للأوضاع في الساعات القادمة أو في الأيام القادمة؟ يعني بالطبع العملية العسكرية ستنتهي الآن أم غدا أم بعد غد، يعني في الوقت القريب. وأعتقد أن الأمور يعني بعد أن حققت أو تحقق العملية العسكرية أهدافها، وهي يعني وضع النقاط على الحروف، توجيه الرسائل لمن يهمه الأمر، للقيادة الأوكرانية، لحلف الناتو، للولايات المتحدة الأمريكية، بأن التعامل مع روسيا يجب أن يكون بشكل صارم بكل احترام وتقدير، وأن يتم التعامل مع كل مخاوفها والضمانات الأمنية التي تطلبها بشكل يعني إيجابي، وليس يتم يعني الاستهتار بها وعدم الاهتمام. أعتقد أن الأمور في النهاية سيكون هناك لقاء، وبدأت الإشارات، يعني سيكون هناك أكيد حوار واتفاق بين روسيا وأوكرانيا، ولكن أعتقد لن تنتهي العملية العسكرية إلا بعد أن يعلن الرئيس الأوكراني بأنه لا عسكر لأوكرانيا، لا أسلحة نووية في أوكرانيا، لا لحلف الناتو في أوكرانيا، ولا للعداء مع روسيا، وستكون دولة محايدة. عندها أعتقد بأن الأمور ستكون على ما يرام. إن شاء الله. شكرا لك عماد الطفيلي، شكرا. باحث في الشأن الروسي، شكرا جزيلا لك على هذا التدخل وعلى هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك.